السلام عليكم، شلونكم حبايب قلبي، شو اخباركم؟ حلقه جديده شقاب المستعمله. المهم اليوم حلقتنا عندي فلوس باحد البرامج او احد الحسابات. شنو احد الحسابات يا اخي؟ ايش عندك انت؟ ما تقول لي الف حساب او حساب واحد وبالقوه سويته. المهم ادي فلوس بي وارد اسحبهن. طبعا دول بالمنطقه ما يسحبونهن لان ما يتعاملون ويا الشركه، وهاي الافرع مالتها قليله لان بعدها جديده ما اعرف. المهم لازم اروح لول زينه لو للبلديات هناك كوش ما اعرف. المهم هناك هو قال اقدر اسحب لك اياهن وخلي نشوف ايش راح يصير. يعني تعالوا طبعا اليوم مثل ما تشوفون مطره، طبعا اذا تبين عندكم هذا ترى مو كله مطر، هذا بزل. المهم اليوم عندي فلوس بحسابي البنكي ارد اسحبهن، صارهن طبعا هواي تقريبا شهرين هيجي، كل ما اقول اسحبهن مره تنساهن، وبالمنطقه ماكو احد يسحبهن، ما حد يتعامل وياي الشركه اللي يعني عندي الفلوس بيها. المهم انا خابرت على الشركه بالبرنامج، خابرتهم قالوا بزيونه تقدر منك تسحبهن. المهم بس من خلال البرنامج نفسيته لقيت واحد بمنطقة البلديات وراسلته قال تعال لي اقدر اسحب لك ياهن. خلي نشوف هسه راح نخابره، طبعا شد رصيد وخابره، واذا ما قدر تسحبين نروح الزيونه. خليكم وياي بس ما عندي شيء بس البس الحذاء. يلا انتظروني. انتظرون شني هو الفيديو ماشي. ننتظر سيارة حتى نتعد من الشارع كله بين. طبعا اليوم تبين المطر ما طلع عشان خاص بس التيك توك وما طلعت فيه. السلام عليكم، نسيت اشتري الرصيد. اشتريت الرصيد وهسه راح اخابر ابو الوكيل، راح اخابره اقول له تعامل وياي الشركه اجيك على مود اذا ماكو اكمل طريق الزينه. طبعا اتصلت عليه والمحل الوكيل ما يجاوب، ما اعرف انتظر بعد شويه اما رجعت اتصل عليه اذا ما جاوب ما اعرف اروح ليل واروح الزيونه. وان طابرت بالجمعيه والوكيل قال ما موجود طالع، قال حتى الفلوس اللي عندك قليلات. المهم راح اروح الزيونه ونشوف اذا كيف نقدر نسحب من هنا، بس المشكله انا ما ادري رقم دولاركي. شوف وان راح ارجع وخير مسير فيه هلا، لان ما عندي لا عنوان من دول الجيمنا ولا رقم راح اصعد. خابرونا على خضرة، بس كون الصوت واضح، خابرونا على خضرة يردون. خلنا نشوف يا عدة خضرة هنا لو سوق معزز. يا هاي الخضرة الزينة يا بنصور شني حاليا متوجهين للحلاق، كون الصوت واضح هنا عيب السماعة. زين ام الحلاق وصلت، حلاقنا العزيز اميري حلاقه مرتبه. الحلاقه شنو؟ الحلاقه الزينه حلاقه مرتبه. راح نعزل اخير واحد انا احلق لي. مشكور امير شوف باع الشوارع بسبب هاي، اكثر شيء بسبب هذا الشارع ما طلعت الشغل اليوم كله طين. لازم نعبر منه اليوم. اخذت لي تعبه ببلاش، طلعت تقريبا ب 11 ونص. هسه بيش ب 11 ونص ما ادري 12 ونص والله، يمكن ب 11 ونص. اي ب 11 ونص هسه ب 2 ونص. يعني ايش كم ساعه صار لي؟ 3 ساعات ما شقيت. لو ما رايح احسن لي يلا راح نخليها على غير مره. المره خابر الولد قبل لا اطلع من البيت على مود احصلن
الرسم الخضراء هاي وياي ورايح. هاي وصلت للبيت ولقى ذولا الصيادين يصيدون دجاج. ها بشي صدت؟ لا صدت ثلاثة. هذا طلعك الفيديو؟ عادي ما عاد شيء. صدت ثلاثة؟ اي صدت ثلاثة. هذا الدجاج ما جاي يصيدون. بدك وقت نطلع هنا نصوره؟ لا بعد ما طلع هذا. نشوف يطلع هذا. لا ما شفته. بعد لك فور اطول. لا راد لي شفته. ذاك الصياد من ماما. هاي كسرين مطش؟ لا لا هوائي. هوائي. يخالف حتى ذا عاد هي غير ما ترفس. هاي شفتها لو شفتها طلعت بسرعة. اه؟ ليش يا؟ بس يمكن مبينه بالتصوير. نشوف بكت يقدر يصيدها بهذا السطل. هم صيدون سمك بس حطها بال بالسطل. قالت نضحهم واحد يطبلها. يا وعلي يكون واحد يطبلهم. ها بنت تطب؟ لا طب لا لا على الاقل اليد. الله يحفظك. تقرر يشيت بس نخاف عليه يغرق. ها؟ لا لا بطلوا. اصلا جاهز. طن طلع حايل اصلا هنا. والله ما اشوف ذيك خشبه ذيك المحترقه. اذا خشبه عريضه اجيبها حتى يصعد عليها. شوف هاي قريبه والله. قريبه لو بعيده؟ قريبه لو بعيده؟ بعيده لو قريبه؟ وين؟ ذيك. وين؟ ذيك. بدي اشوف ذيك. وين يا معود؟ ماكو. يا الله طلعنا هاي اول وحده. باقي اثنين. هاي دجاج المي. ها؟ آه؟ لا لا ما يذبح قدام المقطع. لا يا ابي راح تذبحها؟ جيب جيب عبوسي. خلي خلي عتب لي تعتب لي تعتب لي. هاي الدجاج مال المي بس شوي صغيره هي اكبر من عندها كوب. واخذ السكينه بس واخذ السكينه. والله وين الضربه جايه؟ يمكن برقبتها يمكن. وبعد اكو اثنين. نكتفي احنا بوحده. مثل ما شفتوا حبايب قلبي رحت وتعبت ودورت حاولت ما قدرت. المهم بس ذولاك البزيونه ما رحتلهم لان ما عندي لا رقمهم ولا عنوانهم. المهم ان شاء الله غير مره اروح ما اعرف اصور او لا. المهم ان شاء الله عجبتكم الحلقه واذا عجبتكم قولوا لي على مود سوي لايك. سوي لايك شنو؟ سوينا لايك اذا عجبتك الحلقه واذا ما عجبتك هم سوينا لايك. عجبتك ما عجبتك سوينا لايك واذا ما عجبتك انت علق لي بس سوي لايك. شلون تقول لي ما عجبتني؟ بالتعليق. قل لي يابا ما عجبتني الحلقة او غيرها هيك شيء بس تعطيك رامي شعر فدو لازم خوي. بس قل لي ما عجبتني بس تسوي لايك. سوي لايك اهم شيء لايك. عجبتك ما عجبتك سوي لايك بس قل لي ما عجبتني بالتعليق. خوش متفقين؟ خلونا لايك شير سبسكرايب. دمتم في امان الله.